فاز فريق الزمالك على نظيره الأهلي في مباراة القمة 127 بنتيجة 2-2 خلال المباراة التي جمعتهما باستاد القاهرة والمؤجلة من الأسبوع 10 للدوري الممتاز. بهذه النتيجة ارتفع رصيد نادي الزمالك إلى 21 نقطة، فيما تجمد رصيد النادي الأهلي عند 21 نقطة. عزز فريق بيراميدز صدارته للدوري الممتاز بالفوز على نظيره المقاولون العرب بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن مؤجلات الجولة 10 باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر. ويتصدر فريق بيراميدز جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 32 نقطة، فيما يحتل المقاولون العرب المركز 17 في جدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة. وإلى كرة اليد، حيث فاز فريق كرة اليد بنادي الزمالك رجال على نظيره جي أس كي الكونغولي بنتيجة 41-29 في نصف نهائي بطولة السوبر الإفريقي اليد المقامة في وهران بالجزائر ليتأهل إلى نهائي البطولة. كما فاز فريق كرة اليد بالنادي الأهلي رجال على نظيره بي أم سي الكونغولي بنتيجة 21-38 ليضرب موعدا مع نظيره الزمالك في نهائي بطولة السوبر الإفريقي لليد في المباراة المقررة لها غدا الثلاثاء. أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للسكواش التصنيف الجديد لشهر إبريل الجاري، وحافظ البطل المصري علي فرج على صدارة التصنيف العالمي للرجال للأسبوع 46 على التوالي، فيما حافظت نور الشربيني على صدارة تصنيف السيدات للأسبوع 33 على التوالي. نهاية جولتنا الرياضية لتاسعة، والآن عودة مرة أخرى إلى حكمة وهبة. إليكم. أشكرك سارة.